بسم الله يا ابو الابن الروح القدس الى احد امين. مع قناه من قناه الملكه والامير. صباح سعيد، صباح جميل. السر وراء اختفاء القبطيات المسيحيات او اختطافهم او هروبهم هنعرف. والنهارده الثلاث 29 اغسطس 2023، اليوم 23 من الشهر المبارك، مسر احسن الله استقباله واعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان. مغفور الخطايا والاسامي من قبل مراحم الرب يا ابا واخواتي امين. والسر وراء هايدي ايضا، والسر وراء مريم سمير فايد. هنشوف كل الاسرار النهارده في مثل هذا اليوم. تذكار شهاده 30,000 مسيحي في مدينه الاسكندريه، وذلك انه بعد ان نفي الملك مركيانوس البابا ديسكوروس الى جزيره غاغارا وعين بورتوراريس بطريركا عوضا عنه، رفض اساقفه مصر الاشتراك معه وعقدوا مجمعا ضده وضد مجمع خلق دنيا ورسالة لاون. هذه الرسالة التي أرسلها أسقف روما لاون إلى مجمع خلق دنيا، ومن مضمونها حقا يأتي المسيح الاثنان الإله والإنسان، الأول يبهر بالمعجزات والثاني ملقي الإهانات. ولهذا حرم الأرثوذكس على مجمع خلق دنيا، كما حرم البابا ديسكورس أيضا بدعة أوطاخي التي تقول بانتزاع طبيعة المسيح الناسوتية بطبيعته اللاهوتية ووقوع الألم على جوهر الأهوت. وقال الآباء باتحاد اللاهوت بالناسوت كاتحاد الحديد، فبالترك عليه يكون الأثر على الحديد، ولكن النار لا تتأثر مع مشاركتها الحديد في الاتحادية. كما أن اتحاد اللاهوت بالناسوت عند الألام أعطى قيمة كبرى للمتألم لأجل خلاص جنس البشرية جميعا. فاغتاظ بورتاريوس وهجم بقوات الحكومة على الأديرة والكنائس ونهبها، ثم استولى على أوقافها فأصبح ذا ثروة كبيرة ومال وأفر. فانقض عليه اللصوص ليلا وقتلوه وسلبوا ما وجدوا معه، فأرسل أصحابه إلى الملك قائلين إن أصحاب ديسكوروس هم الذين قتلوا البطريرك الذي عينه الملك. فغضب وأرسل عدد كبير من الجنود فقتلوا نحو 30,000 مسيحي، وعلى أثر ذلك مات مركيانوس. وجلس لاون الكبير، فامتاز أساقفة مصر هذه الفرصة ورسموا الأب تيموثاوس بطريرك على اسكندرية، وفي الحال جمع مجمعا وحرم المجمع الخلقدوني. فأعلم الهراطقة الملك قائلين إن الذين قتلوا بورتوريالس رسموا لهم بطريركا بدون أمر الملك. فغضب ونفاه وأخاه أنطونيوس إلى جزيرة غاغارة، فلبس هناك 7 سنوات إلى أن عاد الملك لاون الصغير. فاتحد مع الأب بطرس الأنطاكي وعقد مجمعا في العاصمة مؤلفا من 500 أسقف، وحكم برفض أعمال مجمع خلقدونيا وأقر التعليم بوحدة السيد المسيح الطبيعة الطبيعية، ورفع تقريرا بذلك إلى الملك فقبله، وأصدر منشورا بوجوب التمسك به دون غيره. وبذلك اتحد القراصنة الإسكندرية والقسطنطينية وأنطاكية وأورشليم معا زمانا طويلا. صلواتهم تكون معنا آمين. وفي مثل هذا الأيام أيضا استشهد مدينة أنطاكية القديس دميان، وقد احتمل عقوبات وعذابات شديدة فأسلم نفسه بيد رب. صلاته تكون معنا امين. عودة السيدة القبطية المختفية احلام مكرم والاسرة تشكر الاجهزة الامنية وكل من تضامن معها. تسلمت اليوم اسرة السيدة القبطية احلام مكرم شاهين المتغيبة بمؤسسة الزكاة ابنتهم بعد انهاء كافة التحقيقات، وتم تسليم السيدة لاسرتها لتنتهي الاوضاع بسلام بعد تغيبها منذ الاربعاء الماضي. وقدمت الاسرة الشكر لكل من ساهم وتضامن معها في دعمها لعودة السيدة احلام. وأكد كورولو ثاني ابن شقيق السيدة أحلام أن أسرته تسلمت عمته، مقدما شكرا للأجهزة الأمنية جهودها في إنهاء الأمر بسلام وكل من تدخل مساعدة الأسرة. قدم شكر للكنيسة لمساعدتهم خلال الأيام الماضية والصلاة لأجلهم. وكانت السيدة أحلام مكرم 33 سنة قد تغيبت منذ الأربعاء الماضي عن منزلها، وقامت الأسرة بتحرير محضر بالواقع، ولم برضو نتعرف على ما هو سبب الاختفاء والحقيقة البلهاء. شكرا لكم احبائي واعزائي، واتمنى لكم كل الخير والسعاده وسلام الرب يكون معكم امين. لا تنسى اشتراكك بالقناه قناه الملكه والأمين.